notre pays, en raison de sa grande superficie et de sa situation géographique, dispose d'une biodiversité naturelle riche et variée, qu'il importe de préserver afin de pouvoir transmettre ce patrimoine aux générations futures. في الجزائر عندنا اللي راهم منسقين في هذه لا كونفونسيون عندنا 87 صنف من الحيوانات وتسعة اصناف من النباتات اللي راهم في الاتفاقيه عندنا بزاف استراتيجيات راهي تعملهم الجزائر في هذا الميدان منهم على الغزال منهم على الفناك منهم على السير دو بيربيري ومنهم على الاشجار ونباتات أخرى لزوركيدي ونباتات لداوي بها دونك لي بلانت ميديسينال كيفاش يستعملوها كيفاش يحميوها باش ما تكونش مهددة في القارب